كتير منا بيستخدموا كلمة مرور وحدة لحسابات كتيرة للسهولة والسرعة، بس لهذا الشيء مخاطر كبيرة، خاصة إنه كلمات السر هي المفتاح السحري اللي بيوصل لمعلوماتنا وأسرارنا، وهميتها ما بتقل عن مفتاح خزنة أموالنا يلي منختاره بعناية. لاحظ الخبراء إنه أبرز عمليات الاختراق على الإنترنت بتصير بسبب ضعف كلمات المرور والاستخدام المتكرر إلها بحسابات متعددة. ولحتى تكون كلمة سرنا قوية ومحصنة، في نقاط مهمة لازم ناخدها بعين الاعتبار، مثل إنه تكون كلمة السر طويلة ما بتقل عن 14 حرف ومعقدة، يعني بتتضمن حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز وعشوائية، لحتى نتفادى الأنماط المعتادة يلي من السهل كشفها. كمان من الضروري ما تحتوي كلمة السر على أي معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد أو أرقام الهواتف، وتكون فريدة، وبنفس الوقت يكون من السهل تذكرها بدون كتابتها على أي ملف بخصنا. وبالإضافة لهي الإجراءات، من الأفضل تغيير كلمة السر بشكل دوري. أما أقوى كلمات المرور فهي يلي ممكن نحصل عليها من خلال استخدام برنامج آمن لإدارة كلمات السر مثل برنامج كي باس، واللي بيعمل على حفظ وتخزين كلمات المرور وتجميعها بملف واحد مشفر، وهيك بيكون علينا حفظ كلمة سر واحدة بس، أما باقي كلمات مرور حساباتنا بتكون مخزنة ضمن البرنامج. بكلمات سر قوية منكون عم نتحدى أكبر المخترقين وما عم نقدم له بياناتنا الشخصية على طبق من ذهب. تابعونا بسلسلة فيديوهاتنا لنتعلم أدوات حماية أمننا الرقمي والحلول للحفاظ على خصوصيتنا الرقمية.